مهمتنا كبيرة، مهمتنا أن يكون لدينا قانون عمل عصري، هذا القانون يلبي طموحات الطبقة العاملة الفلسطينية. آن الأوان أن لا يكون هناك استغلال للنساء العاملات، آن الأوان بأن يكون هناك تطبيق كامل للحد الأدنى للأجور، وأن لا يكون بأقل ما تم الاتفاق عليه. آن الأوان أن نعمل معا من أجل بناء طبقة عاملة ومجتمع مدني متطور لا يحتاج لأحد، لا نحتاج. للأسف اليوم أحد الصحفيين وجه إلي سؤال وتحدث معي بشكل واضح عن العمال والعاملات والمستوطنات، قال بدنا نقاطع. قلت له بدنا نقاطع بس بدنا نوفر البديل، لازم نوفر البديل للمقاطعة عشان نعزز من صمود العمال والعاملات.